يعني تفاجئنا يعني بسلوك نقول عليه سلوك اللي هو غير مقبول تماما من طرف مسؤول عميد ديال الكليه اللي رفض انه يشح تلميذه متفوقه لانها فقط ترتدي واحد زي رمزي تضامنا مع الاخوان ديالنا الفلسطينيين. ففي الحقيقه هذا الامر هذا يعني ألمنا ويعني واستغربنا له، ولذلك حنا يعني مستائين جدا من هذا التصرف، ولكن الحمد لله انه الحجم ديال التعاطف اللي لقاته هذا العمليه ديال رفض طرف مختلف شرائح ديال المجتمع المغربي هي اللي كتخلينا انه نتفائلوا، كون ان هذه القضيه هي قضيه في قلوب المغاربه وقضيه يعني هي مركزيه عند الشعب المغربي، لانه الفلسطينيين هم الاخوان ديالنا قبل كل شيء. وكتبان بلي ان هذيك التلميذه اللي كنحيوها بهذه المناسبه يعني كتبان بلي انها متشبعه بهذا الروح ديال التضامن ديالها مع القضيه، وما هت ما تخليها ما يخليهاش هذا الامر انها تتراجع على هذا الموقف ديالها لانه موقف مبدئي. بخصوص ما قام به عميد كليه العلوم المسيك بالدار البيضاء، صراحه يعني كان عملا شنيعا ونشازا، يعني كشف عن واقع يعني جديد، يعني بدأت بعض مؤشراته تتبلور في السياق ديال التطبيع وفي السياق ديال العلاقة مع الكيان الصهيوني. وطبيعة الحال على المستوى الجامعي كانت يعني فضيحة يعني بشكل واضح، على اعتبار أن أولا هو تتويج للمتفوقين والطالبة هي متفوقة وكانت لابسة يعني اللباس الرسمي اللي كيعتمدوه الطلبه في الجامعه للتتويج، وطبيعه الحال واضعه على كتفها كوفيه فلسطينيه اللي هي رمز من رموز فلسطينيه، كما هي الرموز الوطنيه المغربيه العلم الاحمر او يعني او النجمه الخضراء او غيرها او غيرها من الرموز الوطنيه اللي هي معروفه بها المغرب. ففلسطين لديها رموزها المعروفه في العالم، وهذه الرموز ترفع يعني في كل البلدان العالم الآن الذين يناصرون فلسطين بالجامعات العالمية بأمريكا واليابان مؤخرا ويعني بريطانيا وفرنسا وكل دول العالم. فعار على يعني مغربي مسلم يعني عميد كلية الأصل فيه يعني البحث العلمي والفكري والنضج والوعي بما يجري في الجامعة وفي محيطها أن يقدم على هذا السلوك. والجميل هو أن التلميذة يعني كانت ثابت يعني ثابتة وعبرت عن نضج ووعي بما قامت به بشكل تلقائي. ربما تفاجأت من سلوك الأستاذ لأن هذا كيبقى أستاذ وهذا، ولكن هي عندما استوعبت ما يريده كان موقفها ثابتا منسجما مع يعني ذاتيتها كمسلمة كمغربية وطنية حرة، وعن موقف بلدنا الواضح على اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية. إذا الرموز الفلسطينية هي رموز تهمنا وطنيا وهي جزء من وطننا، فكان انسجامها الطبيعي. هو طوفان الأقصى بين عيكشف مجموعة ديال الوجوه اللي كانت مخبعة، وخديجة بعد رفض العامد التوشيح ديالها صبحت بطاله ديال الامه. التصرف ديال العامي ديال التصرف ديال المطبعين بين انه فهمتي بعد التطبع كتبان لي ان اللي كتكون مواقف على حق لا تتغير ولا تتبدل. الرساله اللي وجهها للشعب الفلسطيني وخاصه غزه انها تستمر في هذا الشيء، وان شاء الله هي منصوره ومرفوعه.